بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة. فإن ربي جواد كريم، وإن ربي خير مسؤول. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فاليوم خاتمة لقاءات هذه الدورة المباركة، والتي يسر الله عز وجل أن نلتقي فيها هذه اللقاءات الثلاث لنتحدث عن أصل من أصول هذا الدين، وكلية من كليات شريعة رب العالمين، لنعرض لنظام من أعظم نظم الإسلام، وهو نظام الأخلاق. ولما كان المقصود في هذه اللقاءات هو تأسيس وبناء تصور أساس ورئيس لهذه الكلية الكبرى، وهي قضية الأخلاق في شريعة الله عز وجل. فلذلك كان الحديث أولا عن مكانة هذه الكلية في هدى الله سبحانه وتعالى، أين مكانها، وتبين لنا من خلال اللقاءين الماضيين أن هذه الكلية في ظل ما عرضت فيه وفي دائرة المنظومة الشرعية، وجدنا أنها نالت مكانة عليا، بل نالت المكانة العليا بعد قضية التوحيد والإيمان بالله عز وجل، حيث أن الإنسان علاقته ترتبط بجهتين: أما الأولى وهي الأساس، علاقته بربه عز وجل، وأن صلاح ذلك بقضية الإيمان والتوحيد. وأما الجهة الثانية في العلاقة والارتباط، فهي مع الناس، والذي ينظم ذلك ويصلحه ويعينه على تحقيق مراد الله عز وجل في هذه العلاقة إنما هو ما نزل في وحي الله عز وجل في نظام الأخلاق. وتبين لنا أن هناك أمور خمسة عرضنا لها في اللقاءين الماضيين، أظهرت لنا بوضوح وجلاء أي مكانة لكلية الأخلاق في شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى. القضية الأولى التي أشرنا إليها، وهي أن القرآن المكي تضمن كليات هذا الدين، والأصول العظمى التي يقوم عليها هذا الدين وهذه الشريعة الخاتمة، وأنه جاء بثلاثة كليات كبرى. أما الأولى فإنما هي قضية السنن الإلهية، والتي تعتبر القانون الحتمي الصارم الذي يحاكم الله عز وجل عليه العباد. وأن أكبر أوصاف تلك السنن الإلهية أنها سنن مضطردة، وأنها لا تتخلف أبدا، وأنها لا تحابي أحدا في أن يحاكم عليها، وأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فتكرر لفظ السنة 16 مرة
وأن ذلك كان في القرآن المكي، وأن ما احتوى تلك السنن إنما هو قصص الأنبياء وقصص الأمم التي سبقت هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم توفون 70 أمة، فهذه الأمة تكملة 70. فإذا هذا الأساس الأول، ثم أن هذه السنن وجدنا أن أغلبها مرتبط بالحياة المجتمعية والجانب المجتمعي، كسنة الله في الظلم والظالمين، وسنة الله في الترف والمترفين، وسنة الله في الاجتماع والافتراق، وسنة الله في الاجتماع والافتراق، وغير ذلك من السنن التي ارتبطت بحياة الناس المجتمعية. وأن معالجة هذه السنن وفق شريعة الله وهدى الله عز وجل، بيّن الله أن ذلك أيضاً بكليتين عظيمتين، أما الأولى فهي قضية الإيمان والتوحيد، وأما القضية الثانية فهي قضية الأخلاق. وبهذا تبين لنا أي مكانة لقضية الأخلاق. لذلك كان أول نظام مكمل في القرآن العظيم نزل إنما هو نظام الأخلاق، وكان نزوله بمكة. وتبين لنا من كلام العلماء، وقرأت لكم ما ذكره إمام علماء المقاصد الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الأندلسي في كتابه الموافقات. هذا كان الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فتكلمنا عن أن الدين كما قرر العلماء الأصل فيه والمطلوب الأعظم من الإنسان نحو هذا الدين إنما هو أعمال الباطن قبل أعمال الظاهر، وأن أعمال الظاهر الباطن ارتبطت بأمرين: الأمر الأول القلب الذي هو مقر العقل، والثاني الذي هو النفس. وأن صلاح العقل، وتكلمنا ووقفنا بالأمس حول قضية العقل والدور المطلوب منه الرئيس، وأن صلاح ذلك بقضية التوحيد، ومحوره قضية وحدة مصدر التلقي، وأن هذا الإصلاح مرتبط بالعقل الذي مقره القلب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأن الجانب الثاني من أعمال الباطن مرتبط بالنفس، وأن المطلوب من هذه النفس كما ذكر الله عز وجل هو تزكيتها. وقلنا أن أعظم ما يبين مكانة هذا الأمر أن الله أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر في أمر النفس 11 قسما في مكان واحدة، أقسم الجليل جل جلاله بها، وأن ذلك ما تكرر في القرآن كله أبدا، وأن جواب القسم هو: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقلنا أن ربع الرسالة ما كلف به النبي الخاتم، فإن ما كلف به ذكره الله في 4 أمور، كان ربعها متعلق بقضية هذه النفس، إلى غير ذلك مما أشرنا له. وأن هذه النفس إنما صلاحها الرئيس بتلك الأخلاق التي جاءت بها شريعة رب الأرباب لتصلح بها هذه النفس وتزكو، فهذا أمر ثاني. الأمر الثالث قلنا فيما يتعلق بهذا الإنسان وخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهي خلقة الضعف والاحتياج إلى المعين والمساعد، وأن حاجته جعلها الله عز وجل أساساً، وحاجته كلها إنما هي بحاجته إلى ربه عز وجل، وصلاح ذلك بصلاح قلبه، وذلك بصلاح الإيمان والتوحيد. ثم أيضا
جعل الله عز وجل السبب في ذلك إنما هو بتلاقيه مع بني جنسه من بني البشر ليكون ذلك جمعاً للأسباب فيتحقق المراد، وأن تلك العلاقة التي بينه وبين الناس إنما قوام إصلاحها بالأخلاق. ولذلك قلنا أن من الأخلاق ما هو أمر فطري غريزي، وخاصة فيما يتعلق بين الإنسان ومن حوله، فلذلك قلنا أن خلق الوفاء والتعاون فهو أمر فطري، إذ لا يمكن أن يكون هناك شيء عمل من اثنين فأكثر على وجه الأرض تحقق وصار شيئا موجودا إلا لوجود شيء من الوفاء والتعاون في نفس هذين الاثنين الذين أنجزوا هذا العمل. فإذن هذا أمر ثالث يدل أيضا على قضية الأخلاق. أيضا مما أشرنا إليه وهو أمر عظيم، وهو قضية أن هذه الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل إنما إن تأملنا في تلك الأحكام فإنها جاءت لتبني أخلاقا، والقيام بها لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود أخلاق، وعند القيام بها فهي تعالج وتبني أخلاق. فدل ذلك، وهذا مما قاله العلماء، فدل ذلك على أن هذه الشريعة بأحكامها كلها إنما جاءت لتبني هذه الأخلاق، وهذا ما اختصره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم كان الأمر الخامس الذي ختمنا به في لقاء الأمس، وهو القضية الكبرى التي من تأملها لا ندري كيف يتحمل مدلولها ومعناها، وهو أن تلك المصفوفة الخلقية التي اختارها الله عز وجل لهذا الإنسان المكرم، فإن الجليل سبحانه وتعالى اشتق من أسمائه وصفاته منظومة خلقية وأذن للعباد أن يتخلقوا بها. فالله الرحيم الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، أذن للإنسان أن يتخلق بخلق الرحمة. والله عز وجل الكريم الجواد، أذن لهذا الإنسان المخلوق الضعيف الهباءة في هذا الكون أن يتخلق بخلق الكرم والجود، والله هو الكريم الجواد. لذلك قلنا وذكرنا بالحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجواد. فإذن كانت هذه خمسة أمور حقيقة إذا توقف وإذا وقف الإنسان عندها متأملا متدبرا يدرك أي مكانة وضعت لهذه الكلية الكبرى. وكان في ظل ذلك ما أشرنا إليه حقيقة، وهو قضية ذات بال، وهي أن قضية الأخلاق موضوعة عند علماء المقاصد فيما يسمى بالدين المشترك. وما معنى الدين المشترك؟ بمعنى أنه هو الأمر الذي اتفقت عليه جميع شرائع الأنبياء، جميع شرائع الأنبياء، ما كان من هذا النوع فيسميه العلماء بالدين المشترك. والدين المشترك لا يقبل النسخ، أي أنه لا يطرأ عليه النسخ والتغيير والتبديل من قبل رب العالمين جل جلاله، بل هو أمر ثابت لذلك اتفقت عليه كل الشرائع. فعد العلماء من هذا النوع قضية الأخلاق، وهي قضية أيضا حقيقة تدل على مكانة هذه الكلية الكبرى في دين الله عز وجل من هنا. وبهذه القضايا التي أشرت إليها ندرك أن الأخلاق في شريعة الله ليست من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنها، بل
عليها تقوم أصول الحياة التي يرتضيها الدين ويحترم أهلها القائمين بها. إن المتأمل في شريعة الله سبحانه وتعالى يدرك، والله عز وجل كما قلنا في القرآن العظيم الذي وصفه بأنه مهيمن على جميع الكتب السماوية، فأخبرنا أن رسالات الأنبياء كما كانت رسالات النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام قضيتها هذا الإنسان. لذلك تقرر أن الإنسان مقصود رسالات السماء، وأن أعظم ما يراد من صلاح هذا الإنسان صلاح نفسه. وقلنا وبينا بالأمس وأشرنا إشارات في غاية الأهمية لماذا النفس، فتبين لنا أنه أخبرنا خالق الإنسان أن النفس هي الجزء المكلف، وهي الجزء الواعي لهذا التكليف، وهي الجزء الذي سوف يحاسب على هذا التكليف، وهي الجزء الذي يكون عليه الجزاء سواء كان بالمعاقبة أو بالمكافأة، فإن أعظم ما يكون وقوع ذلك على النفس. فلما كانت النفس هي محل السؤال، هي محل التكليف، هي محل وقوع المجازات، لذلك كانت رسالات السماء المقصود منها هذه النفس البشرية. ولذلك فالنفس إذا صلحت وإذا صارت زكية وإذا صارت كريمة، فإن هذه النفس هي التي تعمر الأرض عمارة راشدة، وهي التي تجبر النقص، وهي التي تدرأ الشق، وهي التي تجمع الكلمة، وهي التي توحد الصف، وهي التي تجعل هذا الإنسان يعلو في سلم القيمة فيكون ذا شأن عال عند الله، حتى يكون دمه وروحه أغلى من هذه الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم. وأما النفس المعوجة، النفس التي اختل قوامها وتكوينها، فإن هذه النفس تثير الفوضى، وإن هذه النفس تفسد الأرض بعد إصلاحها، وإن هذه النفس تستجلب عقوبة الله العامة، وتستجلب استمطار العذاب، وتستجلب ثوران الأرض واضطرابها. هذا حال النفس إذا اختلت، فعلها إنما هو تفريق وتشتيت لا جمع وتأليف، إنما هو شحناء وبغضاء وإثارة فتن، وليس جمع ومودة ومحبة وعطاء. هذه المفارقة الكبيرة بين هذين النفسين. لذلك إذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلهم. وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله، وهو يبين أن الله هو المنعم جل جلاله، ونعمته سابقة لفعلك يا ابن آدم، سابقة لفعلك، أنعم عليك بالوجود ولم يكن لك أي إرادة فيه، وأنعم عليك وأنت في بطن أمك، وحنن عليك قلب والديك وأنت لا تستطيع أن تدفع الأذى عنك، فإنعامه قبل عملك. ولا يغير هذه النعمة إلا ما تفعل أنت يا ابن آدم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. إذن القضية ما هي؟ قضية النفس. حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا قال الله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله
فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله يخبر عن ماذا؟ عن سنة من سنن الله، وهذا موطن سنة. قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من غير غير الله عليه. فإذا هذه سنة الله عز وجل، فكل هذا يدلنا ويعطينا دلالة واضحة على أن الخلق الفاضل يريده الله عز وجل أن يكون في المجتمع المسلم كالنقد المتداول، يعم كل مجلس ويصبغ كل معاملة، فكذلك يريد الله عز وجل أن يكون أمر الخلق الفاضل. إذن هذه قضية الأخلاق. ولما كان الأمر من حيث المكانة العلمية في شريعة الله عز وجل للأخلاق بما ذكر، فكيف كانت الإعانة للناس للقيام بهذا الحق العظيم؟ لقد كان أول ما كان بتلك الخلقة السوية والنعمة الربانية لهذا الإنسان المكرم الذي خلقه الله عز وجل على أحسن خلقة، خلقه فكرمه وسواه وأحسن خلقته، فجعل له تلك الفطرة السوية التي تؤهله للعمل الصالح وللخلق الصالح. ولكن لما كانت حكمة الوجود أن الإنسان يبتلى ويمتحن لأنه عرض عليه الأمر أن يحقق الغاية كغيره من المخلوقات، فيخلق على خلقة ليس له إلا أن يقوم بالمراد، ولكن الإنسان اختار أن يحقق ذلك بإرادته وطواعيته، فالله عز وجل أعطاه ذلك بعد أن بين له، ثم مع ذلك أكرمه بأربعة أمور عظيمة. أما الأمر الأول فإن الله عز وجل أكرمه بذلك العهد والميثاق والذي أشرنا إليه، فعرف فيه ربه وعرف الحق الذي لربه وعرض عليه الأمر وأنه مكلف بذلك فأقر وقبل، فقال له ربه أنني سأشهد عليك السماوات السبع والأراضين السبع، فأقر ابن آدم على ذلك، وقال سأشهد عليك أباك آدم فأقر ابن آدم على ذلك. إذن هذا كان الأمر الأول وهو العهد والميثاق الذي أخبر الله عنه في القرآن، وأن الله رحمة منه وتكرما منه وحكمة وعلما بشأن ابن آدم قال له سأرسل إليك رسلي وأنزل عليك كتبي يذكرونك بهذا العهد والميثاق، والله عز وجل أوفى الأوفياء فوفى بوعده، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وذكروا بذلك. فها هو القرآن نجد فيه قول ربنا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فها نحن نقرأ هذه الآية لتدلنا على وفاء الله الذي قال عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله، فوفى فذكرنا بهذا العهد وقال سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق،
فها هو ابن عباس ترجمان القرآن يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، وأشهدهم على أنفسهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فها هو رسول الله يذكرنا بذلك، وها هم الصحابة يحملون هذه الأمانة وينقلوها لهذه الأمة. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يذكر ذلك العهد والميثاق، ويخبر بأن الله عز وجل استشهد بني آدم على ذلك، وأخبرهم بأنه سيشهد عليهم السماوات والأرض، وأنهم أقروا بذلك. إذن هذا الوفاء من قبل رب العزة والجلال، فما هو وفاؤك يا ابن آدم بذلك العهد؟ والله قال: وبعهد الله أوفوا، بعهد الله أوفوا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قضية الفطرة، قضية الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقلنا لا تبديل لخلق الله في تفسيرها للعلماء يفسروها بأحد تفسيرين. الأول: لا تبديل لخلق الله بمعنى أنه ما من مولود يولد ويخرج إلى هذه الدنيا إلا وهو مفطور على الفطرة السوية التي هي الإقرار بالإيمان بالله وحده، وليس أحد يولد على غير ذلك، وأن ما يطرأ عليه من الكفر بالله فهو أمر حادث بسبب والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكان هذا التفسير الأول. وأما التفسير الثاني: لا تبديل لخلق الله بمعنى أن تلك الفطرة أمر ثابت في نفسك، لا يمكن لأحد كائنا من كان من الخلق أن ينزعه نزعا تاما منها، وأن ما يفعله إبليس إنما هو تغطية لها، وأن قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو إخبار بأن الجهد المبذول من خصمك إنما هو أن تغطى تلك الفطرة فلا يظهر نورها وأثرها. ويستدلون أيضا على ذلك كما أشرنا له بالأمس، أن الإنسان عند حصول المصاب العظيم ويأسه من جميع الخلق فتثور الفطرة لقوة الغريزة في حب الحياة، فيلجأ هذا الإنسان بموجب تلك الفطرة إلى الله بيقين بأنه لن يدفع الضر إلا الله القوي القادر. وأن الله أشار إلى ذلك في آيات، كما في قوله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قالوا: فهذا دليل على أن هذه الفطرة باقية، وأن هذا معنى قول الله عز وجل: لا تبديل لخلق الله. لكن هنا نقول: إذن هذا هو الأمر الثاني من إكرام الله، مع أننا اخترنا أن نحقق عبودية الله بإرادتنا واختيارنا، وليس كالجبال، وليس كالسماوات، وليس كالأرض التي خلقت على عبادة الله. لأن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلذلك كانت الحكمة الابتلاء. قلنا أكرمنا بأربعة: الأول قلنا ما هو؟ قضية العهد. الثانية ما هي؟ قضية الفطرة. الثالث ما هو؟ العقل السوي.
هذه الآية المبهرة، هذه الآية المعجزة، هذه الآية العجيبة التي أظهرها الله عز وجل للوجود في صدرك يا ابن آدم، هذا العقل الذي تعي به هذه المجرات وتعي به الشيء الكثير، فإن الله عز وجل خلقه والأساس فيه أنه خلق على خلقة سوية، فلذلك هذا العقل لو ترك بدون تأثير لأرشدك إلى الله وأرجعك إلى ربك لما فيه من الخلق السوي، ولكنه لن يسلم من أذى عدوك إبليس وجنده. إذن هذا الأمر الثالث وهو العقل السوي. أما الأمر الرابع فإن الله سبحانه وتعالى أكرمك بأن جعل في هذا الكون من الآيات الباهرات ما لو أرجعت العقل إليها ليتدبر فيها فإنه سيجد فيها الآية البينة الواضحة التي تجعله يرجع إلى الله عز وجل. فهذه أربعة أمور، ومع ذلك لا يعذب الإنسان بقيامها إذا خالف وعصى الله، حتى ينضم معها أمر خامس، تمام الكرم والجود والرحمة والحكمة والعدل، وهو أن يبعث الله الرسل وأن ينزل الكتب. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل بعد هذا الكرم كرم؟ وهل بعد هذا الجود جود؟ فهذا أجود الأجودين وهذا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فإذن هذا دعم رب الأرباب لك يا ابن آدم في القيام بما أمرك به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه فئة اصطنعهم على عينه ورباهم على عينه وأحاطتهم عناية ربنا جل جلاله وجعلهم للناس كالسرج تضيء للبشر في الظلماء، وهؤلاء هم الأنبياء ورسل الله الذين اصطفاهم الله عز وجل، فكانوا نماذج للخير وكانوا نماذج للخلق الحسن، ويتقدم هؤلاء الخليل إبراهيم عليه السلام الذي ميزه الله بالخلق الحسن، وسيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء جعلوا للناس أئمة، وأبقاهم الله عز وجل أئمة لهم إلى يوم القيامة، وربط هذين الإمامين بالبيت الإمام بيت الله الحرام الكعبة الشريفة. فالأول بوأ له البيت فرفع قواعده وجعله للناس إماما، فكان لهم إماما في قضية الملة والحنيفية السمحة في أمر الإيمان والعقيدة. وأمرت الأمة وكل أمة بعد الخليل باتباع ملة إبراهيم، وكل الأنبياء حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، فقال الله عز وجل له: فاتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكذلك أمرت أمته بأن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا هذه الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله عز وجل شريعة النبي الخاتم الشريعة التي وصفها بالكمال والتمام، وأشرنا إلى ذلك
في قول ربنا عز وجل في سورة المائدة، قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا أن هذه الآية الكريمة تضمنت ثلاث حقائق عظمى، ثلاث كليات كبرى، ثلاث نتائج في غاية الأهمية لا بد من أن نعتقدها اعتقادا جازما. الأول أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الثانية أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. الثالثة أن الله رضي هذا الدين فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. هذه ثلاث نتائج كبرى لهذه الآية المباركة لا بد أن ندين لله عز وجل بها. فالشريعة الباقية هي شريعة النبي الخاتم، والملة الباقية هي ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذا هو التمام والكمال، فالله عز وجل لا يعذب حتى يبعث الرسول. وأما النبي الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمله الله عز وجل بأحسن الأخلاق وأكملها، فكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا. ولذلك نجد هذا في سنته وفي سيرته وفي خبره، في خبره والصحابة ينظرون إليه ويتعاملون معه فيجدون من حاله صلى الله عليه وسلم ما أبهرهم ودل على عناية الله به، حيث عرف بذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فكلنا أهل الإسلام مما نعرفه من حال رسولنا عليه الصلاة والسلام ومما يعرفه منا الصغار قبل الكبار أنه عليه الصلاة والسلام عرف في قومه وهو شاب بأنه الصادق الأمين. هذا ما عرف به قبل أن يكرمه الله بهذه الرسالة، فدل على أن العناية الإلهية قد أحاطته منذ نشأته الأولى ومنذ نبتته الأولى، فالله عز وجل رعاه، تربى يتيما، ولكن رعاية الله عز وجل أولى، ولكن رعاية الله أعظم. اليتيم الأصل أن اليتيم لا يكون شجاعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الرجال، رسول الله أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، رسول الله أصبر الناس على أذى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبذل من وقته ونفسه لأجل الناس، وها هي سنته مليئة بذلك حتى يجد العلماء مادة وافرة أن يجمع المجلدات في أمر خلقه صلى الله عليه وسلم. فها هو الإمام البيهقي يجمع كتابا في 7 مجلدات عن دلائل وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الترمذي يجمع كتابا في الشمائل، وأبو نعيم يجمع كتابا في 4 مجلدات عن دلائل وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من العلماء. وما ذلك إلا لوفرة وثراء في تلك المادة المعرفية العلمية التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم خلقا وقولا وتعاملا فيما يتعلق بجانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ونحن وفي خاتمة
هذه الدورة ما أجمل أن نقف مع شيء وبعض إلماحات من تلك النفس السوية الكريمة، من تلك النفس التي أخبر الله جل جلاله في القرآن ليكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وأن الله يثني على عبده ورسوله النبي الخاتم ليس بأنه ذا خلق فقط، ولكن ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يقول، هذه تزكية رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض، يقول في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بالله عليكم، أي حلم، أي صبر من رجل يدعو الناس لما فيه صلاحه ولما فيه نجاته، ثم يقابلوه بأن يسبوه وأن يشتموه وأن يضعوا فرث الناقة وسلاها على ظهره وأن يضعوا العذرة في طعامه. كان إذا خرج من بيته ماذا يفعل جيرانه من بني هاشم ممن كان كافرا؟ يأخذون العذرة ويضعوها في طعامه، فإذا جاء ليأكل يرفع إناءه فيجد العذرة في طعامه، فيقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب؟ هؤلاء الذين يفعلون به كل هذا، هؤلاء الذين رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، هؤلاء الذين يقول أحدهم عندما يدعوه قال له: لو أنك نبي حقا ما كلمتك، ولو كنت كذابا ما كلمتك. وقال الآخر: ما وجد الله رسول يبعثه إلا أن. ماذا فعل بهؤلاء وهم يعملون هذا العمل في النهار؟ إذا جن الليل ماذا جاء الخبر؟ كان يخرج من بيته في جوف الليل متوضئا، ويأتي عند بيت الله العتيق بين الحجر الأسود والركن اليماني، يقف ويصلي ويسجد، فإذا ما سجد بكى، وإذا ما بكى دعا، وما هو دعاؤه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يختار جوف الليل لأنه أدعى للقبول، يكون على طهارة لأنه أدعى لقبول دعائه، يأتي عند بيت ربه لأنه أدعى للقبول، يصلي لأنه أدعى للقبول أن يكون في عبادة، يختار من العبادة أقرب ما يكون من ربه في سجوده، يتقرب بالدعاء لأن فيه من قبول الدعاء ما فيه، ثم يعتذر لهم لا يعلمون، ثم ينسب نفسه إليهم ولا يتبرأ منهم: هم قومي. ثم ماذا؟ ثم يطلب لهم هداية الله، ثم يفعل ذلك كل ليلة. أليس هذا موطن ليقف الإنسان ويتأمل أي حلم كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي رحمة تلك التي وضعت في قلبه؟ الله يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا فعله، فهل هذه رحمة أو لا؟ يقوم الليل، الناس نيام، يقوم ويقرأ القرآن ويتذكر قول إخوانه من الأنبياء، قول موسى: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يبكي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله في سمائه: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكي،
فينزل جبريل ويقول: يا محمد، ربك يقول لك ما يبكيك، فيقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيصعد جبريل بالجواب، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له: إنا لا نسوءك وسنرضيك في أمته، رحمة أو لا. يتحمل لأجل الناس وصلاح الناس حتى مؤونة الدين. ذاك الخبر العظيم الجليل في قصة إسلام حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائهم اسمه زيد بن سعنة، ذكر الخبر ابن كثير في السيرة وجود سنده، وذكره الحافظ ابن حجر وحسنه. يقول زيد: عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو عالم، والله ماذا قال عن اليهود وعلمهم بالنبي الخاتم، أخبر بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل الأب يخفى عليه ولده؟ هل الأب لو وضع ولده بين 100 طفل هل يستطيع أن يخرج ولده من بينهم أو لا؟ فأولئك كهذه المعرفة في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما في كتبهم من الوصف الواضح له. يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: فجئت إليه، ولم يظهر له من هو. قال: فنظرت إلى وجهه، قال: فقلت: ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، كل الصفات التي عندهم وجدها فيه إلا خلتان من المذكور قال: لم أجدها. لماذا؟ لأنها لا تعرف بالنظر، تعرف بالمخالطة. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. صفة الحلم. قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره حتى تطمئن نفسي. يقول: ما أريد أن أدخل في الإسلام حتى تطمئن أن هذا هو النبي الخاتم. الآن الأوصاف الجسدية منطبقة، بقيت الأوصاف الخلقية، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. تسيء إليه في التعامل يظهر ذاك الخلق النبي الحلم. قال: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه إذا برجل من أصحابه جاء إليه وقال: يا رسول الله، لقد أتيت بني فلان ودعوتهم إلى الإسلام وقلت لهم: إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء ومن الأرض، ادخلوا الإسلام وابشروا بخير. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، لأجل هذا الأمر طمعا. قال: وقد أصابتهم سنة، ابتلوا بشيء من القحط، فأغثهم يا رسول الله حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. قال زيد: وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ما كان عنده في ذلك الوقت شيء. قال: وما كان عند أصحابه شيء. إذن الآن حانت الفرصة لمن؟ لزيد، ذلك العالم من جهة، ومن جهة أخرى كان أكبر تجار المدينة، صاحب مال وفير. قال: فقمت وقلت: يا محمد، أنا أقرضه، تريد دين؟ تريد أن تعطي هذا الرجل مالا؟ يا محمد، تريد مالا؟ قال: فأقرضك؟ قال: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: 80 دينارا، على أن زيد، لأنه يريد أن يختبر،
قال على أن تردها لي يوم كذا وكذا، وضع موعدا محددا. قال نعم. يقول فأخرجت همياني، كيس النقود مستعد. قال فأخرجت همياني وحللته سريعا ووضعت المال في يده. قال ما إن وضعته في يده حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال أسرع وأغثهم به. قال زيد وقبل الموعد، لأنه يريد أن يختبر. قال وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر. قال فوقفت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبت قدماي. قال ثم مسكت بردائه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه، سقط رداؤه لباسه من على عاتقه. قال واستدار إلي، بدل ما كان وجهه للأمام أصبح وجهه في مقابل زيد الذي كان واقفا من خلفه. هل اكتفى بذلك؟ قال وقابلته بوجه جهم غليظ. هل اكتفى بذلك؟ قال وقلت له يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، ما تعطوا الناس حقوقهم، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء وإن لي بكم علم. يقول زيد عندما رأى عمر ما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما قلت له استدار إلي كالفك المستدير كالأسد وهو يقول أين عدو الله، يقول لرسول الله ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي، والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال ورسول الله ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم وقال له يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، كنا نحتاج منك غير الذي فعل أن تأمرني بحسن الأداء وأنت تأمره بحسن الطلب، أن تتحرى لعلني أنا الذي تأخرت في الأداء له، وأن تعلمه لعله جاهل كيف يطلب. ثم أخذ عمر وقال له يا عمر اذهب واعطه حقه وزده مكان ما رعته 10 أوسق. هذا التخويف الذي أحدثته في قلبه كافئه عليه. ذهب زيد مع عمر أعطاه 80 وزاده 10 أوسق. قال يا عمر أنا قرضت محمد 80، محمد لا يتعامل بالربا، فمن أين هذه الزيادة؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعته. قال يا عمر أتعرفني من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر كانوا يسمعون به. قال نعم. قال ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ لأن عمر يعلم أن هؤلاء يعرفون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال والله يا عمر يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت هذا ليس بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مالي وإني لمن أغناها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنهم لا يسعهم مالك فهم كثير. إذن
هذا الحادثة وغيرها كثير هي تعطيك الدلالة على خلق نبيك، على خلق الرسول الخاتم الذي أنت تنتمي إلى أمته. هذا خلقه، هذا خلقه، هذا عطاؤه، هذا بذله، هذا كرمه، هذا جوده صلى الله عليه وسلم. لم يكن شتاما عليه الصلاة والسلام، ما كان يبخل على أحد. يأتي الرجل كما في الحديث الصحيح يسأله، يطلب منه، فيقول له عليه الصلاة والسلام: والله ما عندي شيء فأعطيك، ما أملك شيء، ولكن اذهب إلى السوق وابتاع علي. ما معنى ابتاع علي؟ اشتري ما تريد وسد حاجتك واكتبه دينا على محمد بن عبد الله. قام عمر قال: يا رسول الله، ما كلفك الله بهذا؟ بذلت كل ما عندك وكل ما يأتيك أن تتحمل أيضا الدين؟ فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه كأنه قطعة قمر وقال: بذلك أمرت. كان كريما عليه الصلاة والسلام، كان شجاعا، شجعان الرجال يتقون به إذا اشتد الأمر. كان عليه الصلاة والسلام عفوا. قريش فعلت ما فعلت، وبعد أن تمكن منهم هنا عند البيت قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بعد كل الذي فعلوا، بعد تلك الدماء التي أسالوها منه ومن أصحابه، ثم ماذا يقول عندما رأى قربهم إلى الإيمان؟ وهل يريد إلا ذلك؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا شأنه، تواضعه. هو رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، بيده أمر المدينة، تأتيه الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيده تقول: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فيذهب معها. يقول ابن حجر: التواضع ظهر هنا من ثلاث جوانب. هي امرأة ليست برجل، هي أمة ليست حرة، هي طفلة صغيرة وليست امرأة كبيرة، ومع ذلك تأتي وتأخذ بيده. وكيف تتجرأ هذه الطفلة لتفعل ذلك لو لم يعرف كل الناس تواضعه صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الذي جعلها تأتي وتفعل ذلك، وهي مطمئنة أنه لن يردها، وإن اعتذر وإن لم يكن له في ذلك الحين وقتا فيعطيها، فلن تجد منه إلا الكلمة الطيبة. لو أنها كان في خاطرها وهي بذاك الوضع صغيرة وأمة وامرأة ما فعلت هذا الأمر، لكن لأنهم علموا تواضعه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما امتلأت به كتب الشمائل في هذا الباب. وإن من أجمل اللحظات وأطيب الأوقات وأسعد الأيام عندما يعيش الإنسان هو وأهله مع تلك الحياة المباركة، يقرأ فيها مثل كتاب الشمائل أو غيرها من الكتب التي جمعت شيئا من خلال رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في الآية المحكمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن نظرت إلى حاله مع أهله، مع زوجاته، سبحان الله، حتى عبادته لربه في الوقت الذي هو في الليل، لأنه نصيب تلك المرأة، فإنه يستأذن للقيام. تقول عائشة: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي في ليلتي فنام عندي، حتى إذا كنت أنا وهو تحت لحاف واحد قال: يا عائشة، ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ وكبر وقرأ الفاتحة
ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالت: أخذ يقرأها وهو يبكي حتى بل الثرى تحته. قالت: ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، خلقه مع من يخدمه. أنس 10 سنوات يقول: ما قال لي أف قط، ما عاتبني، ما ضربني، 10 سنوات. يقول: وليس كل الوضع على ما يرضي صاحبي، ليس كل فعلي على ما يرضيه. ثم مع جيراني، ثم مع أعدائي، ترى أمرا عجيبا. إذن هذا الذي أمرنا الله عز وجل بالتأسي به، وهنا تظهر قضية الخلق ومكانة الأخلاق، مكانة الأخلاق في النبي الذي أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. لذلك ونحن نختم في هذه اللحظات أيها الإخوة الأكارم، أصبح عندنا أن الله أكرمنا بتلك الفطرة وهذا العقل، وهنا دور الأب والأم في الحفاظ على هذا الأصل. وهذا أصل الوقوف مع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، وهذا أصل. الأصل الثالث وهو قضية الوحي، الوحي الذي أنزله الله ونص على أنه شفاء لما في الصدور. وماذا في الصدور؟ قلب ونفس. فهذا تخصص القرآن، من طلب ذلك في غير القرآن والله ما أفلح، ما أفلح. فإذن هذا أمر هذا الكتاب العظيم، وهذه خاصيته التي لا بد أن نعود إليه. ولذلك الله عز وجل يبين لنا أيضا في أمثلة عملية بأن الشفاء لما في الصدور في كتابه جل جلاله. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.